قياده حركه الجهاد وقياده المقابله التي اجرتها قناه الميادين مع الامين العام لحركه الجهاد الاسلامي زياد النخاله لاقت اهتماما اعلاميا واسعا في اسرائيل. اهتمام ظهر عبر مواكبتها على نحو دقيق ونقل المواقف التي اطلقها النخاله خلالها والعمل على دراسه وتحليل منطلقاتها وابعادها. زعيم الجهاد الإسلامي زياد النخالة يتحدث لأول مرة منذ بدء جولة القتال هذه عمليا هو يقول نحن نوافق على وقف لإطلاق النار بشروط محددة يجري الحديث عن وقف التصفيات في الضفه وغزه والترتيبات في القطاع، ما يعني رفع الحصار ووقف اسرائيل لاطلاق النار نحو متظاهرين في مسيرات العوده. عمليا هذه هي الشروط التي وضعها النخاله. وفي موازاه الاهتمام بمقابله النخاله مع الميادين، قرا معلقون في الاعلان عن التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار خضوعا من جانب اسرائيل لشروط الجهاد الاسلامي. تعامل الجهاد الاسلامي في جوله القتال هذه ورده المتمثل في زخم انهمار الصواريخ على المستوطنات الاسرائيليه اكدت التقديرات الاسرائيليه بشان تعاظم مستوى قدرات الجهاد العسكريه تعاظم جعل الجبهه الداخليه الاسرائيليه تختبر مجددا اصطدامها بثغرات التحصين مع اجلاء 50% من مستوطنين غلاف غزه وحالات الهلع التي تسببت بها جوله القتال هذه وهو ما ترافق مع انتقادات لاداء الحكومه والسلطات الاسرائيليه المعنية بعد وجود أكثر من نصف الدولة في الملاجئ أو قرب الملاجئ و80 كيلومترا من الجبهة الداخلية من قطاع غزة بوضع خاص أمل ألا يكون الهدف فقط اغتيال شخص ما وبعد ذلك ننزل كل إسرائيل إلى الملاجئ وإنما الهدف هو فعلا أحباط القدرات العسكرية الموجودة هناك وفيما علق عضو لجنة الخارجية والأمن عفر شلح على نتائج جولة التصعيد هذه بالقول إن حركة الجهاد الإسلامي حصلت على صورة الانتصار عندما شلت مدينة تل أبيب عن العمل وجعلت الإسرائيليين رهائن لها لمدة ثلاثة أيام أشار عضو الكنيست عن حزب أزرق أبيض يائير لابيد إلى أن التسوية مع الجهاد الإسلامي غير جيدة لأنها مجددا لم تغير شيئا ولأن الردع لم يسترجع ولأن المستوطنين لم يشعروا بالأمان والأهم من ذلك أن اغتيال أبو العطا يبقى حدثا فرديا لا يغير في الوعي الإسرائيلي